الرئيس السيسي يؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية. النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما يؤكدان الالتزام باستمرار التعاون القضائي بينهما بقضية ريجيني. زعيم الأغلبية بالبرلمان الفرنسي يعلن تقديم نسخة جديدة من مشروع قانون الأمن الشامل. التاسعة مساء السابعة بتوقيت غرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، تحياتي لكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلي محمود السعيد. محمود تحياتي لك. تحياتي لك آية، شكرا لك وشكرا لكم مشاهدينا. بداية هذه النشرة مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية. وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف جهفة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطيني كل من السيد حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة والسفير الفلسطيني بالقاهرة السيد دياب اللوح. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وقد أكد السيد الرئيس من جانبه أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشدداً سيادته على ثبات الموقف المصري تجاه القضية ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام. من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع السيد الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذلك المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعياً للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتم من خطوات خلال الفترة المقبلة سعياً نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات. كما شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، حيث أوضح السيد الرئيس أن التحركات المصرية دائماً ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية بما يحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.
أصدرت النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما بيانا مشتركا حول واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين النيابتين على مدار السنوات الماضية وحتى الآن. وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي 28 من أكتوبر الماضي في القاهرة والخامس من نوفمبر في روما، حيث قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة. وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من النائب العام المصري والنائب العام الجمهوري بروما، وتوصل إلى العديد من النتائج. أهم إعلان نيابة الجمهورية بروما عن نيتها بإنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في 5 أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية. بينما أكدت النيابة العامة المصرية أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة. كما أعلنت النيابة أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات ريجيني بالإكراه، كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة استعملوا خلالها وثائق مزورة تنسبهم إلى غير الحقيقة إلى جهة أمنية مصرية. كما أكد البيان المشترك إلى أن الطرفين ضي الالتزام باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة. وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائي بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في المجالات القضائية كافة. شهدت العلاقات المصرية الإيطالية تطورا كبيرا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في العديد من المجالات، سواء العسكرية أو الاقتصادية وحتى الثقافية والسياحية. تتفق الرؤى بين القاهرة وروما بشان مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتؤكد الخارجية الإيطالية على الدروس المستفادة من الجهود المصرية في مكافحة هذه الظاهرة.
نفت مصادر مسؤولة ما تردد من أنباء حول تعديل وزاري وشيك في الحكومة خلال الفترة الراهنة، مؤكدة أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة البلبلة، وعلى الرأي العام ألا يتفاعل معها. كانت قد ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات غير معلومة المصدر تفيد بوجود تغيير وزاري وشيك ووضع قائمة مزيفة بأسماء الوزراء الراحلين بهدف التأثير على أدائهم وإثارة حالة من اللغط والبلبلة، الأمر الذي استدعى نفي تلك الشائعات. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، والتي تعد أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من هذا البرنامج. وخلال اجتماعه بوزيرة التخطيط هالة السعيد ونوابها، شدد مدبولي على أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى معالجة جوانب الضعف الاقتصادية والعمل على تشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية والتنافسية التصدير، لافتا إلى أنه سيتم عرض تلك الإصلاحات الهيكلية على المجموعة الاقتصادية ومن ثم على مجلس الوزراء تمهيدا للإعلان عنها في مؤتمر صحفي موسع قريبا. للمزيد ينضم إلينا عبر الصوت والصورة الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. يا دكتور علي، تحياتي لحضرتك في البداية. ورغم الأزمات التي يعني تمر بها بلدان العالم بشكل كبير، ولعل من أبرزها أزمة كورونا، إلى أن مصر تسعى إلى التطوير والنمو الاقتصادي من خلال الكثير من الأساليب، وأيضا سواء كانت من رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط المصرية، أهمية هذا الأمر تحديدا من زيادة النمو الاقتصادي في هذا التوقيت، وأيضا زيادة فرص العمل وتقليص يعني بعض التحديات والسلبيات التي من الممكن أن تكون موجودة في الاقتصاد المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. خلينا نأكد أن تداعيات كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي بالسلب، ويمكن رجعتنا مش حتى أن احنا نقارن بأزمة 2008، لكن أصبحنا بنقارن بأزمة الكساد العظيم 1929، أزمة أطاحت بكبة الاقتصادات وأثرت بالسلب على معدلات النمو الاقتصادي عالمية، وتوقعات للأسف الشديد هي توقعات متشائمة بشأن الاقتصاد العالمي، وفي ظل الموجة الثانية من كورونا والتأثيرات السلبية اللي ما زالت مستمرة على الاقتصاد العالمي. الاقتصاد المصري هو جزء من الاقتصاد العالمي، وأكيد تأثرنا بسلب نتيجة تداعيات كورونا اللي ما زالت مستمرة، لكن الدولة المصرية يمكن بالإصلاحات الكبيرة جدا اللي تمت على الشأن الاقتصادي ما قبل تداعيات كورونا قدرت تخلي الاقتصاد المصري يواجه هذه الصدمة. ولكن التفكير الآن فيما هو قادم في المستقبل، إزاي أن الدولة تقدر أن هي تعالج مناطق الضعف اللي ممكن تكون موجودة في الاقتصاد، بمعنى إزاي أن يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد منتج، إزاي أن احنا نقدر نخلق فرص استثمارية جديدة، إزاي أن احنا نروج للفرص الاستثمارية المتاحة بالشكل الأمثل، إزاي أن احنا نوفر
فرص جديدة للعمل نقدر ان احنا نواجه بيها شبح البطالة والاتفاقات اللي ممكن تطرق في معدلات البطالة، ازاي ان احنا نقدر نتحرك بشكل اقوى على قطاعي الزراعة والصناعة لتحويل اقتصاد مصر اقتصاد منتج يقدر يوصل لمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي، ويقدر ان هو يقلل من فاتورة الاستيراد، ويقدر كمان يخلق نفسه العديد من الفرص التصديرية كمان في ظل علاقات سياسية ودبلوماسية جيدة مع معظم دول العالم وبالاخص مع الدول الافريقية. ازاي ده يتم يا دكتور علي؟ يعني لو بنتكلم في الاصلاحات الهيكلية اللي المفترض تكون متواجدة على الساحة الاقتصادية الآن في مصر، وأيضا يعني استطاعة مصر والقدرات التي تتميز بها بشكل كبير في جذب الاستثمارات وجذب كل هذه المميزات التي ذكرتها في سياق حديثك الآن. الدولة دلوقتي محتاجة بشكل أكبر إن يبقى في تسويق وترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، ده جزء. الجزء الثاني التأكيد بشكل مستمر على أهمية القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات التي يواجهها، تقديم العديد من المبادرات والحوافز للقطاع الخاص وللمستثمرين بشكل عام وبالأخص يمكن المستثمرين الأجانب، وإزاي إن كمان يبقى في نوع من أنواع التنوع في هذه الاستثمارات، التحرك بشكل أكبر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الدولة بذلت مجهود رائع جدا خلال السنوات القليلة الماضية، محتاجين نضاعف الجهد المبذول في هذه الصناعات وبالأخص كمان الصناعات المتعلقة بصناعة الأدوية، صناعة السيارات، الصناعات اللي احنا محتاجينها في الاقتصاد المصري بشكل أكبر، كمان المشروعات المتعلقة بريادة الأعمال ومشروعات المتعلقة بالتكنولوجيا، دي يمكن من المشروعات والصناعات المهمة جدا اللي العالم كله بيتحرك عليها. محتاجين كمان في ظل تداعيات كورونا اللي ابتدت كمان يبقى اللجوء والاحتياج للتكنولوجيا بشكل أكبر والتعامل بشكل إلكتروني وبشكل رقمي أصبح متزايد بشكل كبير جدا عما كان عليه في السابق، فبالتالي محتاجين ان احنا نكثف جهودنا في هذه الصناعات بحيث ان احنا ما نستوردش التكنولوجيا، لا يبقى احنا عندنا على الاقل البنيه التحتيه الرقميه، عندنا الصناعات المغذيه لهذه الصناعات الهامه. دعم الاستثمار المحلي دوره ايه في تطوير هذه المنظومه بشكل كبير في التوقيت الحالي؟ ثقة المستثمر الأجنبي دايما بتيجي من ثقة المستثمر المحلي في الاقتصاد الوطني، ويمكن حتى كتير من المواطنين بيبقى عنده اعتقاد ان المستثمر المحلي لابد ان يستثمر في الاقتصاد الوطني. الفكره كلها ان اي مستثمر في الدنيا بيسعى الى الربح وده حق اصيل ليه، وبالتالي ازاي ان الدوله تحافظ على المستثمرين المحليين، تذلل العقبات امامهم، تعطيهم الثقه، منها بيجي ثقه في بتنتقل هذه الثقه للمستثمر الاجنبي. المستثمر المحلي ليه دور كبير جدا في خلق فرص عمل، في استغلال مواد متاحة، استغلال أمثل. كمان الدولة بتحاول عن طريق تقديم عديد من المبادرات والحوافز اللي احنا يمكن شفناها مع بداية تداعيات كورونا، سواء كانت مرتبطة بتخفيض لأسعار الفايدة وصل في المجمل لحوالي 4%، تأجيل أقساط القروض، بجانب مبادرات في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، دي كلها كان الغرض منها الحفاظ على الاستثمارات من جانب القطاع الخاص وبالأخص من المستثمرين المحليين، وكمان جزء مرتبط بتأجيل الضرائب العقارية، دي كلها تسهيلات بيتم تقديمها للمستثمر المحلي، وكمان المستثمر بيطلب المزيد لأن تداعيات كورونا أكيد مأثرة بالسلب عليه، وكمان مأثرة كمان في حالة من حالات الركود بعض الشيء في بعض القطاعات في السوق المصري، وده أمر طبيعي في ظل تداعيات كورونا، لكن مع المبادرات اللي الدولة بتقدمها أعتقد أن دوت هيعمل نوع من أنواع الانتعاش أو التحسن بعض الشيء على مستوى السوق وعلى مستوى الاستثمارات في ظل توجهات الدولة وتأكيدها على أهمية القطاع الخاص. تنويع وتطوير أنماط الإنتاج المختلفة في مصر، ما المقصود بهذا الأمر؟ الجزء ان احنا ما يبقاش الغرض الرئيسي من انتاجنا على سبيل المثال هو الانتاج الزراعي او انتاج نوع معين من السلع الزراعية، او في الصناعة يكون بعض السلع الاولية، لكن الغرض ان احنا نطور من الانتاج الخاص بينا، ازاي ان احنا نخلق قيمة مضافة لانتاجنا.
الجزء الاساسي هو ازاي ان انا اقلل فاتوره الاصطياد واسد احتياجاتي محليا، يبقى عندي فوائد اقدر اوجهها للتصدير. التصدير ما يبقاش الاعتماد بس على السلع الزراعيه، لكن يبقى عندي التنوع، يبقى عندي سلع صناعيه اقدر ان انا اقدمها للسوق العالمي، تقدر تخلق لي قيمه مضافه، تقدر ان هي تنعكس بالايجاب على سعر صرف الجنيه المصري، تقدر ان هي تخلق فرص عمل جديده، تقدر ان هي تساهم بشكل كبير في زياده الناتج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي. وبالتالي عمليه التنوع كمان الغرض منها تقليل جزئيه المخاطره، يعني بمعنى ان لما بيكون اقتصاد ما بيعتمد على منتج بعينه او صناعه بعينها دون غيرها، ده بيزود من معدلات المخاطره. لكن عمليه التنوع هو ده اللي العالم كله دلوقتي اصبح بيتحرك عليه، ازاي ان الاقتصاد يبقى اقتصاد قوي، اقتصاد تنافسي بيعمل على التنوع ما بين القطاعات وما بين حتى داخل القطاع عده صناعات، يعني حتى قطاع الصناعه ما يبقاش معتمد على سبيل المثال على صناعه بعينها زي صناعه السيارات، ولكن يبقى ازاي ان الصناعه دي بتتنوع في المنتجات اللي بيتم تقديمها سواء للسوق المحلي أو للسوق الدولي. حضرتك أشرت في إجابة السؤال الأول في بداية الحديث بأن مصر تتمتع بعلاقات سياسية ودبلوماسية جيدة جدا، وربما تساعد بشكل كبير على سمعة الاقتصاد المصري والتأثير الإيجابي بشكل مباشر جدا في التعامل مع الدول المنتجة والدول المتقدمة اقتصاديا مع مصر. ما هي المميزات التي تجدها هذه الدول في مصر تمتاز بها عن أي دولة أخرى؟ رقم واحد طبعا السوق المصري هو واحد من اكبر الاسواق في المنطقه بتعداد سكاني، احنا تخطينا 101 مليون مواطن. بنتكلم كمان على الوضع الاقتصادي في مصر، هو وضع مستقر جدا وفي اشادات دوليه تابعناها الفتره الاخيره سواء على مستوى التصنيف الائتماني، سواء على تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات او توقعات بتحقيق معدلات نمو اقتصادي ايجابيه مقارنه بعديد من دول المنطقه اللي هيحصل فيها انكماشات وتحقيق معدلات نمو اقتصادي سالبه. بنتحدث كمان عن جزئية مهمة جدا وهي مرتبطة بالاستقرار السياسي والاستقرار الأمني، وده جزء مهم جدا بينعكس بعد كده على الاستقرار الاقتصادي. بنتحدث عن سعر صرف الجنيه المصري اللي أصبح مستقر، بل بالعكس بيحصل فيه نوع من أنواع التحسن في مقابل العملات الأجنبية مقارنة بدول عديدة في المنطقة، بيحصل يمكن انخفاضات شديدة جدا في سعر صرف عملتها مقابل العملات الأجنبية. كمان الجزء الخاص بالتوقع الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته الكلية، دي كلها أكيد معايير مهمة جدا بيتم النظر إليها، بجانب جزئية مهمة مرتبطة بالمشروعات القومية اللي الدولة بتقوم بيها واللي استمرت فيها حتى في ظل تداعيات كورونا، واللي كانت رسالة مهمة جدا للداخل وللخارج، إزاي إن الدولة عندها من القدرة وعندها من الإمكانيات وعندها من الإصرار إنها تستكمل مشروعاتها مهما كانت الظروف، مهما كانت التداعيات. وده جزء مهم كمان لأنه بيدي ثقة للقطاع الخاص ان هو يقدر يستمر في مشروعاته، يقدر ان هو يستكمل في كافة الخطط الاستثمارية اللي هو بيوجهها. كمان الدولة من الرسائل اللي كانت مهمة جدا للخارج كانت مرتبطة بالجانب الاجتماعي، وده كمان جزء مهم بينظر ليه المستثمر. المستثمر مش بينظر بس للجزء الاقتصادي، لكن ازاي ان في حركات تنموية الدولة بتتحرك بيها. الجانب الاجتماعي هو جانب مهم جدا الدولة بتتحرك عليه، سواء بقى شفنا في منظومة الأجور، منظومة المعاشات، التحرك في عديد من المبادرات، دي كلها أمور بيتم متابعتها من جانب المستثمرين الأجانب. بجانب الجزئية الأهم وهي مرتبطة كمان بمناخ الاستثمار في مصر، وإزاي إن الدولة بتتحرك بشكل مستمر على تهيئة مناخ الاستثمار، اتحركت على الجزء المتعلق بالبنية التحتية، تأمين مصادر الطاقة بالنسبة للدولة المصرية وخلق فوائد، سواء بنتحدث عن الغاز الطبيعي اللي بقى فيه فوائد، الكهرباء اللي بقى فيها فوائد وابتدى يتم توجيهها للتصدير، كمان الحركات التنموية اللي احنا شايفينها في عديد من المحافظات وبالاخص محافظات سيناء، محافظات الصعيد، واللي بدا يخلق معاها فرص استثماريه جديده، كمان الخطط اللي الدوله بتضعها للجزء الخاص بتوطين الصناعه وبالاخص بالنسبه للصناعات اللي ما كانتش يمكن موجوده بشكل قوي خلال العقود الماضيه، وعلى اساسها طبعا صناعه السيارات، ويمكن الدوله بتحاول ان هي تتحرك من حيث انتهى الاخرون، بمعنى ان تكون
بتكون حتى صناعة السيارات بتعمل بالطاقة النظيفة، وده يمكن جزء مهم جدا، بجانب طبعا صناعات أخرى الدولة بتتحرك إن هي تبقى موجودة على أداء. فبالتالي هي دي كلها فرص استثمارية عديدة جدا، بجانب طبعا القطاعات الأخرى سواء كانت السياحة أو كانت الزراعة أو قطاعات الخدمات. وهذه الفرص تميز مصر عن أي دولة أخرى موجودة في العالم. الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع حدثتنا عبر الصوت والصورة، شكرا جزيلا لحضرتك. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين. وأكد وزير الدفاع أهمية الفكر المتجدد واتباع الأسلوب العلمي في التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين. وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة، وقد تناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجي مع الدول ذات الاهتمام لتحقيق المصالح العليا للبلاد. وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقائمين على البحث، مؤكدا على أهمية الفكر المتجدد واتباع الأسلوب العلمي في التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات، مشيدا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم الجهود لصياغة استراتيجية تحقق مصلحة الوطن. حضر مناقشة البحث عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق بحر إيجا شمال البحر المتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب انتهاء فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3، والذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية. ونفذت الوحدات عددا من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار وتمرين مواصلات وعددا من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال وصور الخروج على القانون وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام، وتمكنت على مدار أسبوع من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد 14 عنصراً إجرامياً ومصرع 3 عناصر آخرين بنطاق مديريات أمن الإسكندرية والتقهلية وأسيوط وقنا، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها
شروع في قتل، مقاومة سلطات، إطلاق أعيرة نارية، سرقة بالإكراه، سلاح ناري ومخدرات. وضبط معهم 16 قطعة سلاح ناري، من بينها رشاش وستة بندقية آلية وثلاث بندقية خرطوش ومسدسان وأربعة فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 461 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1041 قطعة سلاح ناري، من بينها 159 بندقية و100 بندقية آلية و67 مسدسا و714 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 3109 طلقة متنوعة، إضافة ل 1364 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 488,136 حكما قضائيا، من بينها 2017 حكم جناية و176,585 حكم حبس و239,882 حكم غرامة و69,652 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلاً عصابياً ضموا 47 متهماً قاموا بارتكاب 49 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 57 حادث ما بين قتل عمد والسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 87 متهماً، وتم إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1498 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1613 متهماً وبحوزتهم أكثر من 8 أطنان و746 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد عن 209.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 19 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 29.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 25,376 قرص مخدر. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، والتي أجريت فعاليات التصويت فيها خلال أيام 21 والثاني والعشرين والثالث والعشرين من نوفمبر بالخارج ويومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من نوفمبر بالداخل. وأعلنت الهيئة أسماء الفائزين في 13 محافظة والتي أجريت بها المرحلة الأولى، وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الأسكندرية، البحيرة ومطروح. التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة نائبات مجلس الشيوخ وذلك بمقر المجلس. تناول اللقاء مناقشة القضايا والملفات الخاصة بالمرأة. Thank you.
شراكة كبيرة بإذن الله مع المجلس. كان في اجتماع مع السيد رئيس المجلس من فترة من كم يوم، وبدأنا في الشراكة الحقيقية بتواجد الأعضوات معنا النهاردة. أتمنى لهم كل التوفيق والإنجاز والنجاح، واسمهم أطلق عليهم السيد رئيس عزيمات مصر، وإن شاء الله هيبقوا عزيمات مصر بإذن الله. الحقيقة احنا النهاردة في المجلس القومي للمرأة، المؤسسة الوطنية المعنية بهموم وقضايا المرأة المصرية، بدعوة كريمة من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. النهاردة بتدعو نائبات مجلس الشيوخ في حفل تعارف بداية لعملنا المتواصل إن شاء الله في مجلس الشيوخ في فصل التشريعي الأول. الحقيقة هيكون في شراكة ونقاشات مستمرة مع المجلس القومي للمرأة فيما يخص قضايا المرأة وما يخص قوانين وتشريعات. يمكن على ملف مجلس الشيوخ إن شاء الله من أولوياته قانون الأحوال الشخصية بما له من أهمية، لأنه يتماس مع اهتمامات الأسرة المصرية. جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على موقف مصر الداعم للأشقاء في البحرين ولأمن واستقرار الخليج العربية. وخلال لقائه بالقاهرة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، أشاد شكري بمستوى العلاقات بين البلدين مع التأكيد على حرص مصر على تعزيزها في مختلف المجالات. هذا وقد تطرق اللقاء إلى واقعة قيام دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل البحرينية، حيث تم التأكيد على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. من جانبه أكد الزياني دعم البحرين لكافة مقتضيات الأمن القومي المصري، وعلى تقدير بلاده للدور المصري الداعم للاستقرار في المنطقة. فصل قصير ونعود لحضرتكم من جديد لاستكمال هذه النشرة، دائما ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في نشرة التاسعة. دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى وقف تام للمعارك والسماح للتواقم الإنسانية بدخول إقليم تيجراي من دون معوقات. وكتب بومبيو على تويتر بعد مشاورات هاتفية مع أبي أحمد أنه من الضروري حل النزاع القائم وإبقاء إثيوبيا على طريق الديمقراطية. وفي بيان للخارجية الأمريكية كرر بومبيو الإعراب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال العمليات القتالية المستمرة والأخطار التي ينطوي عليها النزاع. كشف استطلاع للرأي أن 63.5% من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لا يثقون في قدرة الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بينما أكد 100% من ناخبي حزب الشعب الجمهوري المعارض أن الحكومة ستفشل في إجراء أي تعديل اقتصادي. وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أوراسيا للأبحاث إلى أن 90.2% من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن سعادتهم باستقالة بيرات البراق وزير المالية وصهر أردوغان، معتبرين أنه كان وزيرا فاشلا. داهمت إدارة سجن غربي تركيا زيارين سياسيين أكراد في المنشأة، حيث صادرت مذكراتهم وكتاباتهم الأدبية وكذلك أدوات الكتابة. جاءت المداهمات في أعقاب بدء إضراب عن الطعام قام به السجين شغلار ديميريليل النائب السابق لحزب الشعوب الديمقراطية الموالي للأكراد المحتجز في سجن كوجالي كانديرا شديد الحراسة. أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختيار جانيت يالن لشغل منصب وزيرة الخزانة في الإدارة الجديدة. وشغلت يالن في السابق منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون، كما كانت أول امرأة تترأس المجلس الاحتياطي الاتحادية.
وكان بايدن اختار 7 سيدات دفعة واحدة لشغل المناصب العليا في فريق الاتصالات الخاص بالإدارة الأمريكية الجديدة في سابقة تاريخية. يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته آخر معارك أمام المحكمة العليا في خطوة تهدف إلى التأثير على عدد من أعضاء الكونغرس الممثلين لكل ولاية أمريكية، وترتبط القضية بتعداد السكان للولايات المتحدة والذي يفترض أن يعاد كل 10 سنوات بحسب الدستور، وتحدد بناء عليه قيمة المساعدات الفيدرالية الممنوحة لكل ولاية وعدد النواب المخصصين لها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يخوض المعارك القضائية لإثبات مزاعم التزوير في الانتخابات من أجل نفسه. أضاف في تغريدة له إنه يحارب من أجل 74 مليون شخص صوتوا لصالحه، ومشيرا إلى أن الكثير من بطاقات الاقتراع التي كانت لصالحه تم التخلص منها. دعا حلف الشمال الأطلسي الناتو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى قمة في بروكسل مطلع العام المقبل بعد تنصيبه. وقال الأمين العام للحلف يانس ستولنبرغ إن الموعد المحدد للقمة لم يتقرر بعد، لكن الحلف حريص على مشاركة جميع القادة في القمة المقبلة. ولمزيد من المتابعة انضم إلينا زميل كريم يسري من واشنطن. كريم، أهلا ومرحبا بك. يعني نرى يعني في الأخبار السابقة التي ذكرناها أنا وزميلتي آية عن الشأن الداخلي والخارجي، الداخلي نرى ما زال ترامب يتحدث عن اللجوء للمحكمة ويتحدث عن 74 مليون مواطن أمريكي صوتوا له، وفي الجانب الآخر نرى تعيينات واستمرار التعيينات من جانب جو بايدن ومنها السيدات كما لم يحدث من قبل، كما تذكر جميع المؤسسات الأمريكية والشارع الأمريكي. كيف يتعامل الآن الشارع الأمريكي مع هذه التعيينات وأيضا الدعوة من جانب حلف الشمال الأطلسي لجو بايدن بشكل يعتبر شكل رسمي؟ بالفعل محمود، تستمر عملية الترشيحات والتعيينات من قبل جو بايدن في خضم عملية الانتقال الثالث للسلطة بعد موافقة إيميلي ميرفي وهي مديرة إدارة الخدمات العامة الأسبوع الماضي. ولأجل ذلك تلقى بايدن الأموال المخصصة للرئيس المنتخب، وتلقى اليوم التقارير الاستخباراتية التي من المفترض أن يطلع عليها مثله مثل دونالد ترامب. إذ تحدثنا عن جانيت يالين وهي التي تدخل التاريخ الأمريكي للمرة الثانية، فبعد أن كانت هي رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هي الآن ستصبح وزيرة الخزانة أو ستصبح أول امرأة كوزيرة للخزانة الأمريكية. ويبدو أن جو بايدن يحاول تغيير الشكل النمطي للوزراء الأمريكيين الذين يعني شهدناهم على مدار 4 سنوات من حكم ترامب. بايدن يحاول أن يثبت أنه رئيس لكل الأمريكيين، ويحاول رأب الصدع الذي حدث أثناء الولاية الأولى لدونالد ترامب، ويعني محاولة أيضا إصلاح ملف العنصرية الذي يعني شهد تطورات كبيرة للغاية أثناء فترة حكم ترامب، وشهد تظاهرات وحوادث عدة في عدد من المدن والولايات. إذ ما تحدثنا أيضا عن التعيينات الخاصة بالسيدات، هناك 7 سيدات سيتواجدن في الفريق الخاص بالإعلام والاتصالات للبيت الأبيض، على رأسهم بالتأكيد المتحدثة الجديدة للبيت الأبيض التي ستتولى منصبها في 20 يناير المقبل، يوم تنصيب الرئيس 46 جو بايدن للرئاسة الأمريكية. تلك السيدة هي جين ساكي، وستكون هي المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد أن كانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إبان حكم الرئيس السابق باراك أوباما. إذن تحدثنا عن الجانب الآخر محمود والمتعلق بالدعوات القضائية التي رفعها دونالد ترامب وفريقه على مدار الفترة الماضية منذ خروج النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية التي أعلنت
أو أعلنت فيها فوز جو بايدن، نجد أن هناك إحصائية خرجت عن عدد من الصحف الأمريكية تحدثت عن وجود 230 دعوة قضائية رفعهم يعني الفريق الخاص بدونالد ترامب والحملة الخاصة بدونالد ترامب في الولايات المتحدة في عدد كبير من المدن وعدد من الولايات، ربما أشهرها بالتأكيد هو بنسلفانيا. كانت بنسلفانيا هي أكبر مركز لمحل الخلاف بين دونالد ترامب وبين القائمين على الانتخابات الأمريكية، حيث يرى أن هناك آلاف الأصوات التي يعني نظام دومينيون الخاص بالعد هو نظام إلكتروني خاص بعد الأصوات منحها لجو بايدن وأخذها من دونالد ترامب، رغم أن جو بايدن تقدم بفارق كبير على دونالد ترامب. لكن كريم يعني الخبر الذي تحدثنا عنه الآن وهو الخاص ب فريق ترامب واتجاهه لموضوع إعادة التعداد السكاني والمحاولة، يعني هل هو جزء من يعني الآن هي بعض العلامات لفقد الرئاسة والاستسلام بذلك والاتجاه نحو المزيد من المقاعد في الكونغرس؟ حقيقة هذا الخبر يعني متعلق بالقرار الذي اتخذه دونالد ترامب في يوليو الماضي والخاص بالتعداد السكاني. التعداد السكاني هو هنا الإحصاء يتم كل 10 سنوات وتحدد عليه محمود يعني بالتأكيد أشياء هامة للغاية، أهم بالتأكيد أعضاء مجلس النواب لكل ولاية، عدد أعضاء مجلس النواب لكل ولاية وعدد المندوبين في المجمع الانتخابي الذين يختارون الرئيس كل 4 سنوات بالنسبة لكل ولاية، وبالتالي يعتبر هذا الإحصاء هام للغاية. لأول مرة في التاريخ دونالد ترامب يريد أن يتم يعني تجاهل المقيمين بالولايات المتحدة عن طريق الهجرة غير الشرعية، وتلك تعتبر سابقة، وبالتالي دعا ذلك لتدخل المحكمة العليا التي من المفترض أن يعني تتخذ قرارها خلال الفترة القادمة بشأن هل سيتم تجاهل عدد المواطنين من المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية من عن طريق الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها حقيقة الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، الآلاف يتطفقون من الجنوب الأمريكي من الحدود مع المكسيك، هم من دولة المكسيك وأيضا من كل ربوع أمريكا اللاتينية، وبالتأكيد يحاول ترامب على مدار الفترة الماضية كسب نقاط هامة للغاية لدى أنصاره بمنع الهجرة بشكل كبير، ولكن في المقابل سنجد في الفترة القادمة بالتأكيد يعني الجانب الديمقراطي من خلال جو بايدن وهم يحاولون كسب المهاجرين والحفاظ على حياتهم وعدم طردهم وما إلى ذلك. إذن كريم سننتظر في الفترة القادمة، نشكرك على هذا التقرير الوافي، كنت معنا من واشنطن دي سي الزميل كريم يسري، شكرا جزيلا لك. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيئة الغذاء والدواء بمنح ترخيص عاجل للقاح موديرنا بعد أن تقدمت بهذا الطلب رسميا قبل ساعات، وبعد أسبوعين من إعلانها أن فعالية اللقاح وصلت إلى 94.5% بناء على نتائج أولية. أفادت شركة موديرنا بأن 196 مشارك في التجربة السريرية الكبيرة أصيبوا بكورونا، من بينهم نحو 185 شخص تلقوا لقاحا وهميا، 11 من المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي، أي أن الفاعلية بلغت 94.1%، ولم يظهر على أي شخص من المشاركين الذين تلقوا اللقاح أي نوع حاد من أعراض المرض. للمزيد ينضم إلينا الزميل ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز من نيويورك. ياسر تحياتي لك في البداية، وتعلم أن لقاح كورونا في أمريكا ربما هو الشاغل الأول ليس فقط للمواطن الأمريكي ولكن بشكل كبير لدول العالم أجمع، بشكل أو بآخر ما الجديد لديك بخصوص هذا الأمر؟ آية، في البداية أرحب بك وبالسادة المشاهدين، لا أسمعك بوضوح ولكن أعتقد أنني أسمع أنك تسأليني عن اللقاح الجديد من فايزر وماذا قام وقدم دونالد ترامب بسؤاله أن يتم الموافقة الصحية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لشركة موديرنا. شركة موديرنا وهي لا نقول المنافس ولكن نقول هي شركة ثانية
يعني تقدم هذا اللقاح للشعب الأمريكي، وبمجرد أن علمت شركة موديرنا بأن شركة فايزر قامت اليوم بنقل شحنات كبيرة على شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاين إلى شيكاغو من بروكسل في بلجيكا، قامت بهذا الإجراء، والذي من المتوقع أن يتم يعني الحصول على الموافقة من شركة الغذاء والدواء بمنتصف الشهر القادم، شهر ديسمبر إن شاء الله. وفي هذا الأمر أيضا أحب أن أقول آية بأن هناك بعض التخوف بأن هذه السرعة في ودفع الرئيس دونالد ترامب بمنظمة الغذاء والدواء بالموافقة على اللقاحات المقدمة من شركتي موديرنا وشركة فايزر بأن الأمر لن يكون يعني بالقدر الكافي من السلامة الصحية. أقول بأن هناك معلومات قد علمناها من خلال إكسترا نيوز بالمتصلين بهذا الأمر بأنه الأمور سوف تكون آمنة للغاية، لأن بجانب هذه الموافقة آية هناك موافقة أخرى تؤخذ من جهة محايدة، هناك جهة طبية محايدة تمام الحياد. هذه الجهة لا تتصل بالحكومة الأمريكية على الإطلاق، ولا تتصل أيضا بشركتي موديرنا وشركة فايزر أو أي شركة تقدم هذا اللقاح، وهي أيضا سوف تعطي كلمتها بالموافقة لهذا اللقاح، والذي سوف يكون متداولا إن شاء الله في منتصف الشهر القادم. وكما وعد الشعب الأمريكي بأنه سوف يقدم للجيش الأمريكي خارج الحدود الأمريكية، ثم بعد ذلك أو في نفس الوقت سوف يقدم آية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في ذلك، مثل السكر والضغط وما شابه ذلك. أحب أن أوضح أيضا آية في هذا الأمر، ويعني حالات كورونا المتزايدة، بأن أندرو كومو وهو حاكم ولاية نيويورك قام الآن اليوم بكثير من في خطاب له بأن هناك إجراءات وقائية سوف تقدم للمستشفيات والمراكز الطبية، ولن نقع كما قال على حد تعبيري، لن نقع كما وقعنا في المرحلة الأولى أو الجائحة الأولى في التهالك الذي حدث في المستشفيات والتقصير الذي حدث في المستشفيات. وبذلك سوف تعزز طواقم طبية، وسوف تعزز آية كل مستلزمات المستشفيات كما وعد من جو بايدن والإدارة الأمريكية الجديدة. زميلي ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز من نيويورك، شكرا لك يا ياسر ولكل هذه التفاصيل والتي سردتها في سياق هذه الرسالة. قال زعيم الأغلبية في البرلمان الفرنسي إنه سيتم تقديم نسخة جديدة من مشروع قانون الأمن الشامل. من ناحية أخرى، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا رسميا مع 4 من رجال الشرطة بسبب تعديهم على منتج موسيقي من أصول إفريقية لعدم ارتدائه الكمامة. وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أن المدعي العام في باريس وجه اتهامات للضباط تشمل استخدام لغة عنصرية وعنف متعمد بالأسلحة، مضيفة أن 2 منهما سيبقيان رهن الاحتجاز، بينما وضع آخران تحت المراقبة القضائية. ختاما تذكير بعناوين النشرة. الرئيس السيسي يؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية. النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما يؤكدان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما بقضية ريجيني. زعيم الأغلبية بالبرلمان الفرنسي يعلن تقديم نسخة جديدة من مشروع قانون الأمن الشامل.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشرتنا المفصلة. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز اتش دي هو 12303، معدل الترميز 27500، معامل استقطاب أفقي. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكر موصول للزميلة آية عبد الرحمن.